اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تشطيب شقه جديده من شقق الاسكان الاجتماعي. هندخل النهارده على شقه 90 متر من الاسكان الاجتماعي، جوله فيها. اتفرجوا على الديكورات والوان الدهانات. ده الريسبشن. طبعا احنا شفنا المطبخ اول ما دخلنا، مفتوح الريسبشن. هناك دي شاشه الجبسن بورد للتلفزيون LCD. المطبخ المفتوح بتدي مساحة واسعة للأماكن الضيقة. بصوا ديكورات الأوضة، الأوضة حلوة قوي. دي أول أوضة معانا. الشقة دي فيها أفكار جديدة وحلوة. ده الجزء الخاص بالسرير. دي الخلفية بتاعة السرير والسقف بتاعه. بصوا الحمام اتشطب بطريقة حلوة قوي. الشركة اللي عملت الديكورات اختارت ألوان واختارت ديكورات بشكل حلو. الدولاب ده نفس بتاع الحمام، نفس دولاب المطبخ، نفس الدرجة. والواحدة برضو اللي تحت الحوض. عجبتكم توضيب الشقة؟ متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا الجرس. وقولوا لنا ايه رأيكم في تشطيب الشقة. بصوا الجبسن بورد بتاع اوضة الاطفال بسيط قوي ولذيذ وحلو. يعني رسمة السمايل دي جميلة قوي. بصوا الطرقة مداخل الغرف.